استوديوهات رومانس المطايف والمطايف رحبت في الخلق يا هلا بكم والجهلة والفرح في عالم السفر المصايب والمطايب رحبت بجمال حضور يا هلا فيكم وسهلة والفرح تنطر سماه في زواج اللي بطيبة حاضر بكل الأمور العريس منصور ربي يسعد الليلة مساه ابن من هو في فعوله وبصح الكف مخبور أبوها اللي كل من ضاقت بها الدنيا نصار منصور الاسم باقي ما تكفيها السطور اسأل التاريخ عنهم واسأل كبار الرواح له اخوان اي والله انه ما يجي منهم قصور كل منهم بالشدايد لاعتزايا قف معاه هذا اخوه سعود اللي له منصور يرد شور دايم اللي قال قوله قام بالفعل وحماه سلطان فعله ينومس ووقفته تثلج صدور ما يقول يا تعقد حلها وش السوا مطلق في منهج اخوانه اصل معدن ما يبور في قلوب الناس فارغ قدره وصادق غلا ناسبه للطيب وافضل العمر حب وسرور والسعاده والمحبه تستمر اجمل الحياه القصايد والمطايب رحبت باجمل حضور يا هلا فيكم وسهله والفرح تنطر سماه في زواج اللي بطيبه حاضر بكل الامور العريس منصور ربي ابن من هو في فعوله وبصح الكف مخبور ابوها اللي كل من ضاقت بها الدنيا نصار منصور الاسم باقي ما تكفيها السطور اسأل التاريخ عنهم واسأل كبار الرواح له اخوان اي والله انه ما يجي منهم قصور كل منهم بالشدايد لاعتزايا قف معاه هذا اخوه سعود اللي له منصور يرد شور دايم اللي قال قوله قام بالفعل وحماه سلطان فعله ينومس ووقفته تثلج صدور ما يقول اللي تعقد حلها وش السوا مطلق في منهج اخوانه اصل معدن ما يبور في قلوب الناس فارغ قدره وصادق غلا ناسبه للطيب وافضل العمر حب وسرور والسعاده والمحبه تستمر اجمل الحياه بتنفيذ الزفات والشنات لكل جديد وحصري في عالم الزفات.